مرحبا، كربل سبيس بروجرام لعبة بتحاكي الناسا وبتعتمد على الفيزياء الفلكية. من خلالها بيقدر الطلاب يصمموا وينفذوا صواريخ ويطلعوها بالفضاء، يعدلوا بالتصاميم، يقيموا نتائج المهمات، ويضلوا يجربوا ويحاولوا لحتى ينجحوا. بتلاقوا الـ KSP على هيدا الموقع، وهي مجانية لفترة تجريبية، وبتدور أحداثها بمنظومة نجمية ستار سيستم على كوكب كاربن. كوكب كاربن والمنظومة النجمية يلي بينتمي لها بتشبه لحد كبير كوكب الأرض، إنما كاربن بتسكنه مخلوقات صغيرة لونها أخضر، وهي من نوع الهيومانويد. بيجمع الطلاب مختلف الأجزاء لصناعة سفينة فضائية أو صاروخ، وبيختبروا إذا رح يدور حول قمر من قمرين لكوكب كاربن أو حول أي كوكب آخر. اللعبة مقسمة لثلاث أقسام أو مودز: كارير، ساينس، وساند بوكس مود. الكارير مود اللاعبون بيديروا وبيوسعوا مركز الفضاء وبيجروا أبحاث على تكنولوجيا جديدة. أما الساند بوكس مود فهو عنده نهاية مفتوحة وبيتعلموا فيه الطيران بدون أي ضوابط وغيرها كتير. الساينس مود بيجمع بين الكارير والساند بوكس مود، بالإضافة لإدارة ميزانية والذهاب ببعثات خارج السفينة الفضائية واكتشاف عوالم أخرى.